بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح النهاردة هنكمل آه شرح الماث للصف الخامس الابتدائي لغات اوكي okay. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب لايك بتساعدوا آه الفيديو ان هو يوصل لاكبر عدد سبسكرايب بتساعدك ان اول ما فيديو ينزل آه يوصل لك في الحال اوكي آه okay. تمام يلا نبدأ آه المعاصر page 141 اوكي okay. احنا ما زلنا مكملين في sets lesson 5 اسمه ايه intersection of two sets intersection of two sets يعني ايه intersection يعني تقاطع intersection يعني تقاطع طب عايزين نعرف يعني ايه تقاطع برضو طيب قال لي the intersection of two of the two sets is the set of all common elements in the in the two set okay it is the set of the, of all common elements يعني ايه يعني لما يكون عندي two sets عشان اقول ان هم في بينهم intersection يبقى لازم يكون في common elements okay لازم يكون في common elements تاني تاني intersection معناه إيه؟ الـ common elements، العناصر المشتر.. المشتركة between the two sets، أوكي؟ okay. نشوف تاني، intersection of the two sets is the set of all common elements in the two sets، أوكي؟ okay. السيمبل ده بنرمز بالسيمبل ده، ال intersection اللي هو زي الـ subset بس مقلوب لتحت، أوكي؟ okay. x. Intersect Y, X intersect Y. Okay. there are four cases of the intersection of two sets. Okay, and the four cases. Number one, the two sets have some common elements. Okay, يعني يكون عندي set X equal one comma two comma five, وعندي set Y equal five comma one comma three. هبص للالمنتس كده واضح جدا with my eyes كي okay. ان في الكومن اليمنت 1 و5 وهنا في 1 و5 اوكي then x intersect y equal 1,5 اوكي okay. ما انساش احط اقواس الست المميزه اوكي okay. تاني الانترسكشن معناه ايه؟ the set of all common elements intersection تقاطع يعني two sets دول في بينهم intersection يعني في بينهم common element okay two sets في بينهم intersection يعني في بينهم common element okay ده ال Venn diagram okay بتاع ال problem دي okay طيب ال x قلنا ال elements اللي في ال set x هي ال 1 وال 2 وال 5 وقلنا لازم ادي اني جيومتريك شيب اعمل اي شكل واحط دوت واحط جنبيها الاليمنتس اوكي 1 وال2 وال5 اوكي اعمل حسابي اكتب ال1 وال5 على جنب اوكي في الرايت سايد right side. ليه بقى لان انا عارفه ان دول الكومن اليمنتس عشان لما اجي ارسم الفين دايجرام اوف سيت واي هاخد الكومن اليمنتس دول جوه الفين دايجرام of set y okay. يعني وانا برسم ال set x انا عارفة ان ال common elements اللي عندي ال 1 وال 5 اكتبهم على ال right side عشان لما اجي ارسم ال Venn diagram of set y هاخدهم معايا okay? وهزود بس ال element 3 okay? عشان يبقى ال x ال elements بتاعتها ال 1 وال 2 وال 5 ال y ال elements بتاعتها ال 1 وال 3 وال 5 أوكي؟ okay. وتبقى الـ area دي اللي في النص هي إيه Common elements أوكي؟ okay. لازم نتعلم رسم السيتس بشكل مظبوط. طيب، Case نمبر 2 The two sets have no common elements، ما بينهم أي common elements. في الحالة دي مش هيبقى فيه intersection، أوكي؟ okay. هيبقى اسمهم إيه؟ disjoints. Sets اسمهم disjoint sets يعني إيه؟ يعني مجموعات منفصلة، okay؟ There is no common elements okay؟ طيب مديني example الـ set x equal 1,2,3 set y equal 5,6 طيب أبص كده لل elements with my eyes I can't see. I can't see any common elements. أنا مش شايفة أي common elements. Okay. Then x intersect y equal phi، Okay. اتفقنا إن الفاي دي هي الإيه هي الـ empty set المجموعة الخالية. ما حدش يكتب زيرو. No. لما أقول في set. Okay. Intersect مع another set or united with another set. يعني لما اكون بتكلم عن سيتس لازم النتيجه تبقى ست اوكي ما حدش يكتب لي زيرو اوكي okay? مفيش حاجه اسمها زيرو الزيرو ده لو حطيته بين اقواس المجموعه هو هيبقى ست الحقيقه والالمنت بتاعها الـ الـ elements بتاعتها هي الزيرو اوكي okay? لكن انا عندي هنا نو no انترسكشن مفيش اي تقاطع then اكس انترسكت واي اكوال فاي يعني ايه الامتي empty okay. ست اوكي محدش يكتب زيرو لان الزيرو ده هو في حد ذاته ست اوكي طيب نيجي نرسم الفين دياجرام الاكس الست اكس جواها ايه طبعا هعمل الفين دياجرام بتاعي الشهير ده وهحط الدوتس وهكتب جنبيها elements اوكي فيها ال1 وال2 وال3 اوكي طيب ال set y جواها ايه جواها two elements هحط ال dots بتاعتي واكتب ال five ال six اوكي okay. طبعا آه هدخلهم على بعض لا مفيش اي common area there is no common area because there is no common elements اوكي okay. دول this joint this joint sets دي sets منفصلة there is no intersection طيب okay. number three. Okay. Uh, one set is a subset of the other. One set is a subset of the other. تعالوا نشوف. Set X equal one تمام؟ طيب tamam. Set Y equal A four comma one comma two comma three. Okay. كده. elements. في common elements؟ Yes, there are common elements. Okay. عندي هنا ال one وال three. وعندي هنا ال one وال three. Okay. طيب. Uh, ال set X فيها any other elements? No. خلاص. يبقى هنا ال X, ال set X lies completely in set Y. Okay. يبقى ال set X lies completely ان set y اوكي okay. بتقع بالكامل جوه الست واي اوكي okay. then x intersect y equal 1 و 3 طيب اوكي equal a equal x اوكي الفين دياجرام بتاعهم ازاي هعمل الشكل بتاع الفين اوكي هعمل الدوتس بتاعتي وهكتب الايه السيت اوف واي اوكي 1 3 2 4 اوكي هرجع أعمل الفين دياجرام of set X جوه اوكي okay, inside اوكي okay, وهو إيه حوالين الـ elements 1 و 3 only لإن الـ X فيها 2 elements just 2 elements اوكي okay. طيب وهنا الفين دياجرام ال X lies completely in Y okay. طب يبقى دي اسمها إيه X is a subset of Y الكلام ده قلناه قبل كده okay Type number 4, page 142. Okay. Case number 4, the two sets are equal. Yani have the same elements. Okay. لما may only set X, fiha A, fiha A, comma B, comma C. Wandil Y, fiha A, fiha C, comma B, comma A. Type with my eyes, keda. The same elements. Okay. طبعاً إحنا قلنا إن ال not important okay لكن هما the same element then x intersect y equal a a comma b comma c okay? لأن هما ال a وال b وال c okay? دول common elements in set x and set y okay طيب equal x equal y تمام لأن أساسا set x equal set y أوكي okay. يبقى ال intersection بتاعهم بيطلع واحدة فيهم أوكي okay. set of them أوكي okay. يعني x intersect y equal a equal b equal c والelements دي اللي هي بتساوي set x بتساوي set y الفين دياجرام عبارة عن ايه هكتب one set وهسميها باسمين أوكي okay. يعني فين دياجرام واحد لان هما ليهم the same elements وحط جواه elements A B C وهكتب عليه X وهكتب عليه Y لان X equal Y فمش هرسم two sets لا هرسم just one set وهكتب عليها اسمين هكتب عليها X وهكتب عليها Y تمام تمام طيب هنا بيقول لي From the previous cases we get okay مديني الـ four cases okay هنراجعهم مع بعض تاني number one x and y are intersected يعني هما متقاطعين بالفعل intersected يعني ايه؟ يعني there are common elements okay intersected يعني ايه؟ في بينهم common elements okay لأن كلمة intersect معناها تقاطع يعني إيه بيتقطعوا في حاجة يعني في حاجة مشتركة بينهم يبقى كلمة intersection معناها common elements كي okay? طيب case number one x and y are intersected يعني then x intersect y equal to the elements of أو the elements in the shaded part شيدد بارت يعني ايه المنطقه اللي هي في النص المتظلله دي ايه بتعبر عن الايه الكومون اليمنتس اوكي تترسم كده اوكي okay. خلي بالنا نرسمها كده ادي الست اكس وادي set واي وبنعمل بينهم كومون اليمنت في النص او كومون اريا اوكي ونكتب فيها الكومون اليمنتس تمام عشان نعرف نرسم الفين ديجرام طيب أه طبعا ده بعرفه بمجرد ان انا اقرا الست واقرا elements، اوكي بعيني كده بقدر اعرف اذا كان في كومن elements ولا لا يعني لما اقرا الست اللي عندي التو سيتس اللي عندي بعيني اقدر اشوف في كومن elements ولا لا لو كان في كومن elements برسمهم كده على طول اوكي okay. طيب كيس نمبر 2 اكس اند واي ار ديس جوينت ديس جوينت يعني ايه منفصلين ما فيش بينهم اي جينت يبقى بنسميهم ايه This جينت يعني ايه منفصلين يعني there is او there aren't any common elements ما فيش اي common elements There aren't any common elements Type then x intersect y equal a equal phi phi اللي هي المجموعه الخاليه تاني محدش يكتب زيرو زيرو ده element الزيرو ده element اسمه زيرو لان الزيرو ده نمبر اوكي طيب لو كتبت زيرو انا بعتبرك ان انت كاتب ست والكلام ده غلط لان انا ما فيش عندي اي انترسكشن فيش عندي كومن المنت يبقى لازم اكتب x intersect y equal five اوكي ويترسمه كده الإكس والواي ما فيش أي common area مش دخلين على بعض دول completely disjoint okay طيب uh, the third case okay أما تبقى x okay subset of y x subset of y هو كتب لي containment containment, containment يعني احتواء يعني في a large set بيقع جواها small set okay يعني الـ small set دي completely lies in the large set بتقع بالكامل مش مجرد في بينهم آآ يعني common elements لا عندي set صغيرة وعندي set كبيرة okay طيب وعندي ال small set okay completely lies in the large set okay بتقع بالكامل وساعتها بتبقى إيه x subset of y then x intersect y equal x okay لأن هيطلع لي common elements كي، okay. هم نفس elements of set x okay يعني لما نشوف ال common elements ويطلعوا نفس elements of one set okay of the two sets يبقى ايه يبقى كي، okay. one set is lies completely in another set okay أرسمها ازاي بالفين دياجرام هرسم واحدة جوه التانية على طول كده اوكي يعني لما يبقى عندي set lies completely يعني هنا الشكل هنا اوكي عندي ايه set x lies completely او completely lies in set y اوكي بتقع بالكامل جواها يعني الـ elements بتاعتها كلهم موجودين في الست y اوكي يبقى هرسمهم جوه بعض ويبقى الايه المنطقه اللي هي الشيدد دي هي ايه هي الانترسكشن اوكي okay. طيب كيس نمبر 4 اكس ايكوال واي اسمها ايكواليتي اوكي تساوي اكس لما تبقى السيت اكس ايكوال ست واي اوكي يبقى then اكس انترسكت واي ايكوال اكس اور ايكوال واي اوكي لان بالفعل اكس ايكوال واي اوكي يبقى الانترسكشن بينهم هيطلع كي okay. يعني ايه one set of them هما الاثنين اصلا زي بعض اوكي okay? يعني x intersect y equal x equal y اوكي okay? كده مش هرسم two Venn diagram لا just one Venn diagram وهكتب عليه اسمين يعني لما يبقى set x equal set y الاثنين زي بعض بالظبط لا هرسم just one Venn diagram اوكي okay? عليه الاسمين يعني انت تعتبر الاليمنتس دول هم X وتعتبرهم هم Y تمام اوكي اه طيب هنا مديني example number 1 by using the following figures هو مديني الفين diagrams find x intersect y تعالوا نشوف كده طبعا دي حاجه سهله قوي اوكي طيب figure number 1 هو رسم لي x ورسم لي y طبعا انا قلت ايه الفين diagram ده اني جيومتريك شيب تقدر ترسم بيضاوي سيركل تريانجل ريكتانجل انت تقدر ترسم اي جيومتريك شيب اوكي هو هنا عامل لي سيركل اوكي وراسم الاكس والواي طيب احنا عايزين هو عايزنا فايند اكس انترسكت واي طب اكس انترسكت واي قلنا اول ما نشوف السيمبل بتاع ال intersect او الانترسكت او الانترسكشن ندور على ايه ندور على common elements اوكي okay. طيب من الفين دياجرام نمبر 1 ده واضح إن الـ common elements هما إيه؟ هما الـ 3 والـ 4, أوكي؟ لأن هو عامل في النص، أوكي؟ common area، عامل منطقة مشتركة وحاطط الـ 3 والـ 4. طيب، أبص على الـ 3 والـ 4، هلاقيهم بيدخلوا في الـ في الـ إكس. وهبص على الـ 3 والـ 4، هلاقيهم بيدخلوا في الـ set واي، أوكي؟ طيب الـ 1، لا الـ 1 lie in set إكس only. طيب الـ 5؟ الـ 5 lies in set واي only، أوكي؟ ايه ال common elements اللي عندي ال 3 وال 4 يبقى اقدر اكتب له هنا x intersect y equal 3, 4 طب تعالوا نشوف السوليوشن بالضبط figure number 1 x intersect y equal 3, 4 تمام طيب figure number 2 هو عامل لي الـ X ال set X completely lies in set Y هي بتقع في الكام بالكامل جوه يعني X subset of Y okay. مش هنا set X جزء من الـ set Y يبقى هنا الـ X subset of Y طب ال intersection بينهم ايه تعالوا نبص على ال common elements أول ما نشوف ال intersection يبقى نبص على ال common elements ايه common elements واضح ان هو هيكون ال seven بس ليه ال seven ده واضح ان هو lie in set x and lie in set y طب هل عندي common elements تانيين لا ما عنديش طب ال one لا ال one lies in set y only لا دي موجودة في ال y بس مش موجودة في ال x طيب ال four ال four lies in set y only طيب ال five ال five set او 5 uh, uh, five lies in set Y only. يبقى عندي common element هو just one element واللي هو 7 يبقى أقدر أكتب إن ال x intersect Y equal 7 okay. أروح أشوف solution أيوة بالظبط كده figure 2 x intersect Y equal 7 okay. طيب uh, figure 3 طبعا عملت لي تريانجل ما انا قلت اني جيومتريك شيب دي حريه اوكي طيب كاتب لي عمل لي جاست وان فين ديجرام، اوكي كاتب لي عليه اسمين كاتب لي عليه اكس وكاتب لي عليه واي اوكي يبقى واضح ان دي في تو سيتس عندي تو سيتس وهم ايه ايكوال اوكي يعني سيت اكس ايكوال سيت واي اوكي يعني عندي سيت اكس فيها 5,6,7 طبعا وانا عرفت طبعا ان عندي set y وفيها 5,6,7 اوكي okay? طيب الانترسكشن بينهم ايه الانترسكشن بينهم هو ذا سيم set اوكي okay? نفس المجموع يعني هنا اقدر اقول x intersect y equal ايه equal 5,6,7 اللي هي equal 6 اللي هي equal y اوكي okay. طيب نشوف فيجر 3 ايوه x intersect y equal 5,6,7 تمام تعالوا نشوف فيجر نمبر 4 اوكي اعمل لي x اوكي okay. فيها ايه فيها a وفيها d اوكي okay. وعندي y فيها c وفيها f اوكي okay. طيب آه، نشوف كده في common elements لا خالص ما عنديش يعني واحدة فيها A ودي واحدة فيها C و F ما عنديش common elements خالص يبقى دول إيه disjoint sets اوكي okay. منفصلين ما فيش بينهم أي intersection ما فيش تقاطع ما فيش common elements دول disjoint يبقى أقدر أكتب إن ال X intersect Y equal A 5. سمع حد بيقول زيرو لأ مش زيرو x intersect y equal 5 اللي هي ال empty set x intersect y equal phi. تمام كي okay. طيب هنا في page 143 عندي example number 2 find each of the following اوكي okay. طبعا هو ما قاليش ارسم فين دياجرام خلاص يبقى انا مش هرسم فين دياجرام ما طلبش مني ارسم فين داياجرام انا اقدر اجيب الانترسكشن ويز ماي ايز اوكي ممكن اقدر اجيبه اجيبه بعيني كده هو ما قاليش درو فين داياجرام اوكي طيب ليتر اي كاتب لي ست فيها ايه 2,3,4 انترسكشن ست فيها ايه فيها 5,4,2 with my eyes يعني اه في common elements اوكي عندي الـ 2 وعندي 4 تمام يبقى اقدر اكتب equal وحكتب له ست، وحكتب 2,4 في solution اهي 2,4 تمام طيب letter b set فيها ايه 5,7,8 intersect 4,2,1 with my eyes i can

Solution أهو كاتب لي 4,6، أوكي؟ okay. طيب نشوف دي، Letter دي، آآآ uh, set مكتوب فيها 3، فيها just one element، انترسكت uh, intersect، كتب لي set تانية فيها 33. حد يقول لي آه دي 3 لأ، ده هو just one element برضه، بس هنا ال element اسمه 33. أوكي؟ okay. محدش يقول لي طيب هنا فيه common elements؟ No! There is no common elements. Okay. طيب ما فيش ولا common elements. حد يقول لي طب دي 3 3 لا ده ال element على بعضي اسمه 33. ده elements على بعضي كده اسمه 33. والتاني في elements اسمه 3. طيب يبقى هنا في intersection. لا دول disjointed two sets. Okay. يبقى equal phi برضو. دي equal phi. طيب نشوف letter E. طيب A, comma B. intersect C, D, A, B With my eyes I can see common element أيوة في common element okay. هما ايه هما ال A وال B okay. يبقى أنا عندي ايه دول One set is a subset of another عندي واحدة completely lies in another set في واحدة هي set في واحدة small set هي بتقع في بالكامل في اللارج Set دي اوكي يعني لو رسمتها طبعا انتم متخيلين الفين دايجرام بتاعها ان هو يا ايه واحده جوه التانية اوكي مش ما بينهم كومن اريا لا دي واحده بتقع بالكامل جوه التانية اوكي طيب اقدر اه اكتب ايكوال ايه? ايكوال ايه كوما بي تمام نروح نشوفها كده اهي ايه كوما بي ااا لتر اف مديني الست الفيرست ست فيها ايه 1 2 3 انتر ست with the set of digits of the number 2051 طبعا لازم اكتبها على شكل ست طبعا هكتب الاقواس المميزة بتاعت الست وهكتب جواها ايه هو بيقول digits of number يعني ايه هكتب كل number as element اوكي okay? لان هو عايز ايه digits of the number أكتب 2, 2,0,5,1 5, طيب في بقى common elements أيوة واضح إن هيكون هنا 1 و 2 وهنا عندي 1 و 2 okay. يبقى الـ بينهم equal الست هيكون فيها إيه 1, 2 or two, one. طبعا قلنا إن is not important okay. if one two. تمام طيب هنا بيقول لي how can you represent two sets having some common elements إزاي يرسمهم هنا برضو بيأكد عليا طريقة رسم الفين دياجرام لما يبقى عندي two sets أنا لما قريت الـ elements بتاعتهم لقيت في common elements يبقى على طول أما يرسمهم لازم يبقى two venn diagram كده دخلين على بعض Okay. اوكي إيه حد يرسم لي كل واحده لوحدها ما ينفعش اوكي okay. انا لما اقرا السيتس التو سيتس اللي عندي ولقيت فيه كومون اليمنتس يبقى لازم اعمل كومون اريا في النص لازم ارسم التو فين ديجرام داخلين على بعض ليه لان انا عندي كومون اليمنتس اوكي هو بيشرح لي حرسمهم كده داخلين على بعض كده ومثلا دي اسمها اكس ودي اسمها واي اوكي okay. write the common elements in this area، هو بيقول لي common elements تعملها في المنطقة اللي في النص، يبقى أنا مبدئيًا هرسم الفين Venn عندي كده، وهدخلهم على بعض، أوكي؟ لإن أنا شايفة common elements، أنا شايفة بعيني common elements، يبقى هرسم كده، أجي بقى للكومن elements وهكتبهم هنا، in this area، in the shaded area، أوكي؟ في المنطقة اللي في النص دي كده، لإن هي common، أوكي؟ عشان تبقى الـ دي اللي أنا هكتبها بتقع جوة الست إكس، وبتقع جوة الست واي، أوكي؟ طيب، طيب، وقال لي هنا Complete the elements of the set واي، هكتب بقى بقية الـ elements of the واي، خلي بالنا، أوعى إيه نرجع نكتب اللي إحنا كتبناهم في الـ أريا. لأ، أنا خلاص كتبت الـ Common elements هنا. فخلاص هكتب حك... باقي الـ elements of the set Y بقيتهم، مش ه... مش هعملهم تاني، مش هكررهم تاني، أوكي؟ okay. طيب، وهنا هكتب إيه؟ The complete the elements of the set x، برضو هكتب بقية الـ elements of the set x، أوكي؟ okay. طيب كاتب لي هنا على الشريط area إيه؟ write the common elements in this area، أوكي؟ okay. the elements which belong to x. and belong to y okay ما احنا قلنا هم الcommon elements اللي بيقعوا في x وفي نفس الوقت بيقعوا في y okay number two complete the elements of the set y okay elements which belong to y and not belong to x okay طيب هنا complete the elements of the set x اللي هما belong to x and not belong to y okay طيب هنا في page 144 كاتب لي a remark if all elements of the set X belong to the set Y then we can represent the two sets as the opposite Venn diagram كاي okay. الفين diagram عندي كده لقيت ان الـ all elements of X belong to Y كاي كل الـ كل ال, كل ال elements بتاعت X belong to Y كاي okay. طيب هنروح رسمين ازاي هنرسم X جوا Y كاي okay. كلها بالكامل ودي إيه اللي خدناها في الكيسز اللي هي إيه؟ One set is subset of another set، أوكي؟ okay. واحدة subset of another، واحدة جزئية من التانية، أوكي؟ okay. طيب، هرسم الفين دايجرام ازاي؟ x lie completely in y، x lie completely in y، لأن ال all elements of x كي belong to y، طيب يقول لي هنا على الـ X the elements of the set X تمام؟ طيب هنا the elements which belong to Y and not or don't belong to X وفي الحتة بقى التانية دي okay اللي خارج الـ set X هكتب إيه؟ باقي الـ elements of, A, of Y خلي بنا خلاص أنا كده رسمت الـ set X okay lies completely in set Y، okay؟ حكت بالelements of set X خلاص، طيب، هما برضو بيقعوا في set Y يبقى مش هكررهم تاني، وحكت، okay؟ في the another area دي أو the outside area حكت the complete element أو complete elements of X of Y، complete elements of Y، حكت بقيت elements of Y، okay؟ يعني مش هكرر اللي أنا كتبتهم في إكس تاني. ده هيبان لنا في الأكزامبلز، أوكي؟ okay. طيب، Example 3 represent two sets A and B by Venn diagram in each of the following cases، أوكي؟ okay. Then find A intersect B. تمام؟ طيب السؤال ده مهم جداً جداً والدرجات بتاعته مضمونة أساساً اليونت بتاعت الستس دي درجاتها مضمونة سهلة جداً. Okay. طيب نشوف لتر A uh, كتب لي ايه? A equal 4 2 3 وال set B equal 1 5 6 with my eyes كده ابص في الاتنين. عندي common elements واضح ما عنديش اي common elements اوكي okay. دي فيها 4 2 3 ودي فيها 1 5 6 اوكي ما عنديش اي common elements يبقى دول ايه ديس sets سيتس ديس هيترسموا بعيد عن بعض تماما ما لهمش علاقه ببعض اوكي ولا في شادد اريا ولا في كومون elements ولا في اي حاجه اوكي هرسمهم بالشكل ده خلاص عملت الفين دياجرام حطيت الدوتس اللي جوه منساش الدوتس اللي بي... اللي بنكتب جنبيها الالمنتس ما انساهاش اوكي طيب وعملت اهي سيت اي فيها تو 3 فور ب بي فيها 1 5 و6 اوكي طيب من الفين ديجرام كده then A intersect B equal A equal 5 اوكي حدش يكتب زيرو يعني كل مرة هقول لكم A intersect B equal 5 طيب نشوف letter B A equal 7 6 5 8 طيب نبص على B equal 8, 7, 9 هبص كده في common elements آه عندي ال 8 وعندي ال 7 عندي ال 8 وعندي ال 7 يبقى دول هيبقى حي... في بينهم intersection ليه؟ عشان فيهم common elements يبقى دول لما ارسمهم هرسمهم ايه؟ هرسمهم داخلين على بعض وفي shaded area في النص اوكي؟ okay? او common area في النص انا عرفت ايه اهو؟ بمجرد النظر عرفت انا هرسمهم ازاي اوكي في كومن اليمنتس يبقى هرسمهم كده اوكي ليتر بي اهي رسمتهم كده وفي شيدد اريا او كومن اريا في النص كومن اريا دي هكتب فيها الكومن اليمنتس مش انا لما بصيت لقيت الكومن اليمنتس هما ال7 وال8 يبقى ال7 وال8 هما هكتبهم في الايه في الكومن اريا اللي في النص دي كتبت ال7 وال8 طيب اروح بقى الست A ايه؟ فاضل فيها إيه؟ فاضل فيها الـ 5 والـ 6 أوكي؟ okay. هكتب الـ 5 والـ 6 مش هكتب الـ 7 والـ 8 تاني لأن أنا خلاص كتبتهم في الـ في المنطقة اللي في النص يعني معناها إن هم موجودين في ست A ايه موجودين في ست B أوكي؟ okay. أنا كأني كتبتهم خلاص أوكي؟ okay. أهو هكتب الـ 5 والـ 6 طيب هروح لـ set B فاضل فيها إيه؟ فاضل فيها ال 9 بس اوكي okay. خلاص انا كتبت ال 7 وال 8 اهم فاضل فيها ال 9 then a intersect b equal a equal 7 8. تمام طيب letter c a مديني set فيها a فيها ال 1 وال 2 طيب set b فيها a فيها ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 طيب ابص كده في common elements ايوه الـ 1 وال 2 عندي common element، أوكي؟ okay. 1 وال 2 يبقى أنا عرفت إن مبدئيًا بس أنا عندي هنا حاجة، عندي الـ a فيها 1 وال 2 بس، مفيش فيها other elements، يبقى هي completely lies in b، أوكي؟ okay. واضح إن الـ b دي large set أهي، فيها 4 elements، واضح إن الـ a small set وفيها 2 elements، وهم اوكي كومن اليمنتس موجودين بالكامل في البي ال1 وال2 يبقى ايه واضح ان انا هرسم الفين دايجرام واحده جوه الثانيه اوكي okay. عشان في واحده completely lies in another اوكي okay. اهو letter سي اوكي okay. عمل الاي جوه البي اوكي okay. وكتب فيها ايه ادي الاي فيها ال1 وال2 اوكي يبقى ال1 وال2 دول lie in set A and lie in set B okay مدام هي جواها يبقى ال1 وال2 lie in set A and lie in set B اوكي okay. طيب هنكمل عليهم بقى set B فاضل فيها ايه؟ set B فاضل فيها ال3 وال4 اوكي okay. هروح اكتب ال3 وال4 بس ايه بره وهكتب ايه وهكتب بي ما انساش اكتب الكابيتال ليترز اللي هي ذا نيم اوف ذا سيت طيب ذن A intersect B equal A equal 1 or 2. A intersect B. Type D, letter D. A equal E comma Y. B equal the set of letters of the word I. The set of letters of the word I. Type A letters of the word I, E, Y, E. طبعًا هكتب الـe element والـy element، مش هكتب الـe التانية، ما إحنا اتفقنا بقى، don't repeat elements، لما تيجي تكتب الست don't repeat elements، يبقى الست دي فيها إيه؟ فيها الـe وفيها الواي أوكي؟ وهنا دي فيها الـe وفيها الواي يبقى إيه؟ يبقى دول تو equal set يبقى دول تو equal set يعني هرسمهم إزاي؟ هرسم just one Venn diagram وهكتب عليه الاسمين هكتب عليه A هكتب عليه B لكن هما دول two equal sets okay طيب letter D اهي uh, hey. عملت Venn diagram فيها ال E وال Y وهكتب عليهم ال A وال B then A intersect B equal E comma Y okay يا رب نكون فهمنا حاجات سهلة أو الحقيقة Uh, طيب هنا عندي في بيج 145 بيقولي properties of intersection okay. the following examples shows the properties of intersection طيب example number 4 هنشوف ال properties بتاعت ال intersection يعني ايه يعني المم... الخصائص okay. طيب example مديني set A equal A 2 4 5 مديني set B equal A Four, three, five. Okay. Between set C, fiha A, fiha six, comma seven, comma five, comma three, comma one. Then find a letter A is a A intersect B. Is A intersect B and B intersect A? But then be only and what do you notice? Okay. انت هتلاحظ ايه what do you notice تعالوا نشوف كده solution A intersect B هبص كده على ال A وال B اشوف A. are there any common elements طبعا احنا قلنا لما عايزين بنسأل على ال intersection نبص على طول على ال A على ال common elements okay طيب are there any common elements أبص كده with my eyes um, feel for والفايف اوكي okay. عندي التو كومن اليمنت عندي الفور والفايف هما موجودين في set A موجودين في الست B وال والفايف طيب اقول له ان ال A intersect B equal فور فايف طيب هو عايز ايه تاني عايز B intersect A طب ما انا هروح ابص على الـ B intersect A طب هي هي يعني ال common elements الـ 4 و 5 دول الـ common elements أكتب B intersect A equal 4 و 5 اوكي then اللي أنا بقى ملاحظه اوكي A intersect B equal B intersect A هي هي لما أقول A intersect B equal B intersect اوكي طب يبقى ايه قال لي الـ intersection of sets is commutative،, commutative يعني إيه؟ تبادلية، بالظبط كده زي الـ مثلًا، يعني لما أقول مثلًا 1 plus 2، طبعًا هنقول إيكوال 3، طيب 2 plus 1 برضو إيكوال 3، أوكي؟ طب يبقى إيه الانترسكشن intersection of sets is commutative. ما تفرقش لو كتبت ايه intersect B أو بي انترسكت أ، اوكي ما تفرقش يبقى الانترسكشن اوف sets is commutative اوكي okay. طيب اه فلاتر بي هو قال لي اعمل لي الـ a انترسكت بي حطيتها في براكت وبعدين انترسكت سي يعني ايه نجيب الايه البروبلم دي a انترسكت بي من الاول وبعدين اللي هيطلع هنعمل له انترسكشن وذ سي اوكي okay. طيب رجع قال لي اند اي intersect وبعدين بي intersect سي حطيته وحطيتهم في براكت okay. يعني الاول هنا هجيب بي intersect سي يعني براكت يعني هعمل دول الاول يعني البراكت ده بيوضح لي ايه الخطوه اللي هعملها الاول ايه الفيرست ستب اوكي هنا هجيب البي intersect سي وبعدين الرزلت result هعمل لها intersection with A لكن هنا البراكت قال لي ايه البراكت هنا قال لي اعمل ال A intersect B الأول والرزلت اعمل لها intersect intersection with C تمام طيب برضو قال لي and what do you notice okay. هنيجي نشوف السوليوشن اهو البي هو الأول عايز ايه؟ a. a intersect b الأول في براكت وبعدين اعمل لهم intersection with c طيب آه انا قبل كده قلت ان ال a intersect b equal 4 comma 5 احنا مطلعينها من a من letter a كان عندنا a intersect b هي فوقيها بالضبط a intersect b equal 4 and 5 يبقى انا هكتب ال 4 and 5 هي وبعدين هعمل لها intersection with C رحت نقلت C اهي فوق كتبت C زي ما هي 6,7,5,3,1 اهو هعمل بقى الاتنين دول intersection ابص كده are there any common element yes okay. عندي ايه ال5 بس عندي ال5 بس ال common elements الوحيد اللي عندي ال5 هقول equal 5 اوكي okay. طيب إيه. طيب الخطوه الثانيه او الجزء الثاني هو عايز ان انا اعمل البي انترسكت وذ سي الاول عشان البراكت بيقول لي كده انا اعمل لهم intersection with ايه فالاول هكتب الاي زي ما هي ادي الاي 2,4,5 هعمل intersection اروح اجيب البي intersect C ال B مع C ال B intersect C okay. Uh, أطلع فوق كده ال B intersect C في common elements are there any common elements oh, عندي ال 5 mm, وعندي ال 3 بس عندي ال 5 وعندي ال 3 دول ال common elements okay. طيب يبقى دول الاتنين لو عملت لهم intersection ال و هيبقى ايه الثري 3 او ال وال 3 اهو فعلا كتب 5,3 طيب خلاص الاتنين هعمل لهم intersection مع بعض هيطلع ايه برضو طلع 5 اوكي okay. طيب يبقى انا بقى ايه بقى ال, ال, -ال اللي عندي اللي هي مش هتفرق لو عملت ايه intersect with B وبعدين عملت لهم intersection with C والمرة التانية لما عملت ال B intersect with C وبعدين عملت لهم intersection مع ال طبعا لأن هنا في المرة الأولانية البراكت بيقول لي اعمل ال A وال مع بعض intersection الأول وبعدين اعملهم مع الـ C وهنا في بيقول لي البراكت اعمل ال B مع ال C intersected في first step وبعدين اعمل لهم intersection with A الحقيقه لقيت في المرتين the same result هنا طلعت 5 وهنا طلعت 5 اوكي يبقى the same result يبقى الحقيقه ما بتفرقش اوكي okay. يبقى intersection of sets is associative associative يعني ايه اندماجيه ما ما تفرقش associative زي لما اقول لك في الاديشن كده دايما افتكرها بكده لما اقول لك 1 plus 2 plus 3 تقول لي ايه ايكوال 6 اوكي اقول لك يعني احط لك براكت اعمل ال1 وال2 الاول وبعدين اد ال3 هتقول لي 1 بلس 2 6 طيب لو قلت لك 1+2+3 plus plus بس حطيت لك البراكت اعمل او اد ال2 وال3 الاول وبعدين then add ال1 هتقول لي 2 plus 3 equal 5 طيب وال5 plus 1 equal 6 تطلع لي the same result يبقى حكاية البراكت دي أو الأقواس دي ما تفرقش عندي في الانترسكشن خالص يبقى the intersection of sets is associative اندماجيه سواء حطيت الأقواس وعملت سواء إن أنا عملت intersection للتو 2 الأولانيين، وبعدين عملت لهم intersection مع الثيرد سيت أو عملت الانترسكشن intersection between اند ثيرد سيتس وبعدين عملت لهم intersection with the first set، مش هتفرق، أوكي؟ okay? مش هتفرق، يبقى intersection of تو sets is associative، يبقى أنا عرفت إن الانترسكشن ده of sets is commutative. وبرضو الـ intersection of sets is a associative okay طيب هنا بيقول لي remarks if A and B are two non-empty sets يعني الـ A will B non-empty sets لا دي equal phi ولا دي equal phi هما non-empty sets then طيب phi intersect A equal A intersect phi إيكوال فاي، أوكي، دي الحاجات الايه اللي, اللي لازم نعرفها، لما يبقى عندي فاي عايزة أعمل لها intersection with إيه، طبعًا common elements، فاي أساسًا ما فيهاش elements، يبقى أساسًا ما عنديش اني intersection أساسًا، يبقى إيه إيكوال فاي، طيب، وبما إن هي commutative، يبقى إيكوال إيه إنترسكت فاي، أقول ايه Intersect فاي يبقى ايه الكومن Element اللي عندي اساسا الفاي ما فيهاش اي Element اوكي okay؟ يبقى ما عنديش كومن Element يبقى ايكوال فاي اوكي يبقى اذا الفاي لما نعمل لها Intersection With Any Set يبقى ايكوال فاي اوكي الفاي لما نعمل لها Intersection خلاص مع with any set يبقى equal فاي طيب نمبر two if set A equal set B therefore A intersect B equal A equal B وده احنا قلناه قبل كده دول two equal sets okay يبقى ال intersection بينهم هيبقى the same set اللي هو إيه one of the two sets okay طيب if A subset of B A subset of B يعني A completely lies in B، أوكي؟ okay. A subset of B يعني الـ A جزئية من الـ B، يبقى الـ A هي الـ small set، والـ B هي الـ large set، أوكي؟ okay. طيب، أما يقول لي A subset of B يبقى الـ A completely lies in B، طبعًا عارفين الحالة دي لما بنرسم لها الـ Venn بنرسم الاتنين جوة بعض، أوكي؟ okay. مش بنرسم common area بقى okay. أو دخلين على بعض لا عندي one set completely lie in another set وهي الـ A completely lies in set B okay. therefore A intersect B equal A okay. خلاص A ايه الـ common element هيطلع A ايه الـ common element اللي عندي اللي هي elements of set A ok يبقى هتطلع set A K. يبقى A intersect B equal A K. لو اتلخبطنا تروح راسم على طول الفين دياجرام ايه هتفتكر الايه الحل على طول اوكي طيب try by yourself انا هحلها معاكم اوكي complete each of the following مديني ال first set فيها ايه 2,5,7 اوكي intersect دي السكند ست فيها ايه؟ 5, 9, يعني ابص على ايه؟ ابص على الكومن اليمنتس ابص كده with my with my eyes are there any common elements؟ امم mm, yes عندي ال 5 وعندي ال 7 اوكي okay. هما ال elements في ال first set وفي ال second set عندي هنا 5 و 7 عندي هنا 5 و 7 اوكي okay. هقدر اكتب ايه؟ يكون فيها إيه؟ 5, 7. Okay. طيب، ب الـ first set فيها إيه؟ 0, 1. والـ second set فيها 7, 3, 10, 20. مم، are there any common elements؟ نو، no, نو، no, there aren't. Okay. ما عنديش أي common elements. يبقى a a 5. طيب، ااا، letter c. الفيرست ست فيها ثري كاما تو كاما احنا اتفقنا بقى ان لما يبقى عندي فاي يبقى دي ما اي element يبقى مش هيبقى في common element اساسا يبقى no intersection يبقى equal فاي برضو طيب if x subset of y x subset of y هي بتتقري كده x is a subset of y. يبقى ال x جزئية من ال y

اتمنى لكم التوفيق وحلوا على الدرس ده كتير الدروس دي سهله جدا والدرجات بتاعتها مضمونه جدا واللي عايز اي سؤال يكتب لي في الكومنت اوكي أه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تنسوش لايك ما تنسوش سبسكرايب